رح ننتقل لفقرتنا التالية لنحكي عن رياضة جسدية وروحية فينا نقول وذهنية بتأثر على نفسية الشخص بشكل كتير كبير، لنحكي عن رياضة اليوغا. معنا الكوتش سلامة الخطيب بالاستديو. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيكي. كتير من الناس بيلجأ لليوغا لحتى يمكن يريح نفسيته أعصابه، هي رياضة مثل ما بيقولوا بتخص الروح بتخص النفسية، حتى هي بتعالج الجسد أيضا. خلينا نحكي ونتعرف أكثر عن رياضة اليوغا. بداية صباح الخير مرة ثانية ونمسكار للجميع. رياضة اليوغا مثل ما تفضلتي، اليوغا هي أسلوب حياة، نظام حياتي متكامل إذا بدنا نحكي عنه، جسد وفكر وروح. هي عبارة عن مجموعة تقنيات، هالتقنيات نحن بنخدمها للكائن الإنساني لحتى تساعده ليوصل لحالة من التوازن، من الريلاكس، من الراحة والهدوء الداخلي والسلام أيضا. فهي مجموعة تقنيات بنمارسها بنتعلمها لحتى نوصل لهالمرحلة هي، وخاصة نحن بظل هالظروف هي اللي عم نعيشها. كلنا بدنا يوغا تماما. الكون طبعا عم يعيشها بشكل عام والمجتمع السوري بشكل خاص، سواء ظروف صحية أو اقتصادية، حتى وسائل التكنولوجيا، تسارع الحياة، وسائل التكنولوجيا من خلال الإشعاعات اللي بتصدر فبتأثر بشكل مباشر على حالتنا. طب كوتش سلام، خلينا نحكي عن آثار اليوغا على نفسية الشخص، يعني نحكي عن آثارها النفسية والجسدية وقديش بتأثر، بس بالبداية خلينا نحكي عن الآثار النفسية. قلتي حضرتك ببداية حديثك يمكن ظروف الحياة والمعيشية اليوم بسوريا والاقتصادية القاسية وظروف العالم أساساً بشكل متسارع، ودائماً في أحداث يمكن بتخليكي متوترة، قديش فعلياً بتأثر على نفسية الشخص وبتعمل حالة سلام دائمة فينا نقول؟ تماماً، مثل ما ذكرتي حضرتك فعلاً بتعمل حالة سلام من خلال التقنيات اللي نحن بنمارسها، سواء التقنيات الجسدية وتمارين الأسنة، تقنيات النفس اللي بناخدها، فن الاسترخاء اليوغي اللي طبعا بيميز اليوغا عن باقي الرياضات. نحن اساس رياضة اليوغا هي النفس، وهي فن الاسترخاء اليوغي، بنركز على النفس الواعي لنقدر نحن نهدئ نبضات القلب وموجات الدماغ، فبالتالي بيكون تاثيرها على كافة الأصعدة سواء الجسدية، النفسية، الروحية والفكرية ايضا. ما في حصر ولا عد للآثار الإيجابية اللي بتنطوي عليها، لكن بنذكر بعض الآثار اللي ممكن تكون زيادة التركيز، الانتباه، زيادة الوعي، الوعي لذاتنا، لمشاعرنا، لردود أفعالنا أيضا، إضافة لأنه بتساعد على تنشيط الدورة الدموية وأيضا تنظيم عمل الغدد والهرمونات وتهدئة الجملة العصبية بشكل عام، أيضا الجهاز التنفسي وكل ما يتعلق فيه من أمراض طبعا بتعالجها، أمراض التحسس، أمراض الربو، أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام. أيضا بتأخر علامات التقدم بالسن والشيخوخة بسبب تمارين والوضعيات اللي نحن بنقوم فيها، وأصلا في يوغا خاصة للوجه وتمارين الوجه والبشرة وهالأمور هي. نعم كوتش، كثير ناس بتخربط او بتخلط بين اليوغا وبين التأمل، خلينا نحكي شو الفرق بين اليوغا والتأمل؟ صحيح، نحن حكينا عن اليوغا انه هي تمارين للجسد والفكر والروح، بالنسبه للتأمل هو اعلى مراحل او اعلى مرحله باليوغا فينا نسميه، لنوصل لمرحله نحن نشعر او ندخل لذواتنا. التأمل بشكل عام نحن إذا بدنا نحكي عنه، نحن بيكون الكائن الإنساني بمرحلة من التشويش، الأفكار الكتير نحن عم تفوت، الأحداث اللي عم يعيشها، فبدنا نحاول ننقل هذا العقل من هاي المرحلة من التشويش لمرحلة إنه ركز فيها على الأفكار اللي بتجذب لي الراحة، الطمأنينة، السلام، الهدوء. فهذا هو نحن التأمل، ونحاول يعني هو جزء ومرحلة عليا باليوغا مثل ما ذكرت. في عنا مقولة مشهورة بتقول لا سعادة بدون إذا بدنا نوصل نحن لمرحلة من الطمأنينة لازم نمارس التأمل ويكون أحد العادات اليومية اللي نحن بنمارسها. طيب كوتش سلام، خلينا نحكي يمكن دائما بنسمع أهم شيء باليوغا هو طريقة التنفس الصحيحة خلال فعليا البداية خصوصا مع تمارين اليوغا اليومية. كيف فينا نحكي؟ يمكن أكثر الناس لك إنه أنت ما عم تتنفسي صح، تتنفسي بسرعة، ما عم تقدري تنظمي تنفسك. من أساسيات اليوغا هي البداية بالتنفس الصحيح. تماماً، نحن النفس هو قوام الحياة وأساس الحياة،
نحن بنستقبل الحياة بنفس ومنغادر الحياة بنفس أيضا. بس كتير في معلومة نحن عند الجميع ما بيعرفها، اللي هي شو النفس الصحيح. أول ما بيجوا لعنا المتدربين باليوغا، شو بتنصحونا؟ نحن بدنا ننحف، بدنا نعمل، بدنا نساوي؟ لا، نحن أول شيء مركز على النفس، نفسه صح، بعدها كل الأمور تجي بشكل تتابعي. فنحن إذا بدنا نمارس هلا النفس بأبسط شكل لإله والنفس اليوغي الصحيح، نحن أول شيء بناخد بنحط الإيد على الصدر لحتى نعمل كنترول نقدر على النفس، الإيد الثانية الكف الثانية على البطن، بنحاول ناخد شهيق من الأنف ونحاول قدر الإمكان ننفخ عضلات البطن لأقصى استطاعة ممكنة لنساعد أنه ترتخى عضلة الحجاب الحاجز، فبالتالي نساعد أنه تمتلئ كامل الرئتين بالأكسجين. مع الزفير سحب عضلات البطن للداخل، وأيضا الزفير بيكون من الأنف بشكل هادي ولطيف. طبعا بتكرر عدة دورات لحتى نقدر نوصل للنفس الصحيح، نقدر نزامل النفس مع الحركة اللي نحن بنقوم فيها. في شيء كمان أثبته العلم حديثاً، إنه في أثر ورابط ما بين النفس والحركة الجسدية. صحيح. كيف؟ يعني نحن مثلاً فينا ناخذ وضعية جلوس مريحة، العمود الفقري مرتاح على استقامة الجسد، سواء بوضعية الجلوس أو الوقوف، الكتاف مفتوحين. نحن أول شيء بنكون الإيدين بطريقة متشابكين بهذا الشكل، بنحطهم مواجه الصدر، ناخذ شهيق فل، زفير، شهيق. هون مشان ننظر من النفس مع حركة الجسد. تماما مع حركة الجسد، وعم نحاول أيضا هلأ كمان بشرح أكثر عن الوضعية، ناخد زفير بزاوية 45 درجة، رد بملأ كامل رئتين بالأكسجين، شهيق فل، زفير بزاوية 90 درجة، وبرجع لوضعية. طبعا من عدة دورات بنكرر هذا النفس. حركة الذراعين أنا لما عم باخدها ملقت أول جزء من الرئتين، الحركة الثانية بزاوية 45 درجة دخلت كمية أكثر من الأكسجين للجزء الثاني من الرئتين. أنا كل ما عم بعمل حركة أكثر، عم باخد زاوية أكثر مع حركة الذراعين، عم بقدر دخل كميات أكبر من الأكسجين للرئتين. لتوصل تماما لتوصل لقاعدة الرئتين، فبالتالي وأيضا تتغذى الحويصلات الرئوية لنقدر نتنفس فعلا بطريقة صحيحة. تماما. كوتش، بأي عمر فيه أي حدا مننا أنه يمارس اليوغا؟ الأطفال صح أنه هنن يبلشوا باليوغا ولا لا؟ صحيح، أشرت إلى نقطة كتير مهمة مشكورة عليها، اللي هي موضوع اليوغا. اليوغا نحن في ملاحظة ما عند الجميع موجودة، اللي اليوغا ما منحددها لا بزمان ولا بمكان. اليوغا ما بتتحدد بعمر، يعني نحن ممكن نبلش باليوغا من هو الطفل جنين ببطن أمه. في تمارين معينة بتقوم فيها الأم الحامل لحتى هي تكون بحالة ريلاكس وبحالة هدوء، أيضا تنعكس إيجابا على الطفل، هيك ليستقبل الحياة ولا آخر لحظة من الحياة هو ممكن يتعلم اليوغا. كمان في شغلة بحب نوهلها، أنه نحن اليوغا ما بنتوجه فيها بس للأطفال الأصحاء أو الطبيعيين، نحن في عنا حالات نجاح وتجارب مع أطفال من ذوي الإعاقة بكافة الإعاقات، فعم تعطي. بس لكن هون بقى في عنا ذكاء المدرب، كيف أنا كل تقنية بدي حطها ووثقها بالمكان الصحيح. طيب قديش بده وقت فينا نقول الشخص الفعليا اللي يتعلم اليوغا بشكل فينا نقول سليم نفسي، لأنه هي بتأثر على الحالة النفسية والجسدية؟ يعني ما فيني أقول أنا خلاص نظمت نفسي، عملت كم تمرين، أنا فعليا صرت بعرف أتعلم رياضة اليوغا بشكل صحيح. صحيح. هلا نحن كل في يعني من حاله لحاله بتختلف، العمر بيختلف، يعني لما بدي اعطي تمارين ولا لا ما له علاقه الاستجابه. نحن طبعا في تقنيات معينه، انا لما بدي اعطي طفل طبيعي غير الطفل ذوي الاعاقه، انا لما بدي اتوجه للشباب غير لما بدي اتوجه لمسنين. تمام، فبدي راعي هون الفروق العمريه، بدي راعي الفئه اللي انا عم بتوجه لها باليوغا. الجميع في اليوغا بتحتضن الجميع وبترحب اكيد بالجميع، ما في عمر معين. انا ايمت بلشت هو هون صار وعي، هون بلشت، هون خلص باخذ التمرين. بيكون في عنا مختصين، اذا انا في حال بعاني من مشاكل جسديه ممكن اخبر المدرب لحتى يقدر يساعدني لاعمل
شيء علاجي يساعدني أكثر. وطبعا كثير أثبتت الدراسات الحديثة إنه اليوغا عالجت كثير أمراض، صحيح، السكري، الضغط، آلام مفاصل، آلام الديسك والظهر وكل هالأمور هاي. نعم كوتش، خلينا بس هيك نشير لنقطة. كثير هلا بنشوف في كوتشات أو مدربين غير مختصين باليوغا، برقص، بأي شيء، هن ممكن حضروا فيديوهات يوتيوب، تعلموا، صاروا يمارسوا هذا الشيء. قديش مضرة للناس اللي عم تتدرب انه يكون الكوتش ما عنده الخبرة الصحيحة؟ اذا حابين نحن نصير كوتشات قديش لازم يكون عندنا هاي الخبرة؟ في دورات خصوصي بالبلد لحتى نقوي حالنا لحتى نصير كوتشات؟ لانه صار يمكن كلمة كوتش او مدرب هي لاي حدا يمكن بيتعلم له بيطلع فيديوهات، صح، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، بيطبقها على الناس. خلينا نحكي بهي النقطة ونشير قديش لازم يكون في عن جد مختصين انه نحن نعطي ثقتنا لانه. صحيح، لا ممكن هذا الشيء يزبط بأي رياضة، لكن باليوغا تحديدا ما في مجال لهذا الشيء. بالمركز السوري لليوغا والتأمل في قواعد أساسية وثابتة ما في حدا يتجاوزها. يعني أنا لما بدي أدخل، أنا أكون مشروع مثلا مدرب، أنا حاطة ببالي أنه أنا بدي أتخصص باليوغا وبدي أشتغل على حالي من خلال دورات. في عنا دورات تأهيلية بتكون مع بالتعاون مع الاتحاد الرياضي، بنعمل دورات، بعدين بنعمل بيكون في عنا امتحانات، في عنا فترة خدمة. هي الفترة نحن بيكون هل هو قادر انه يقدر يعطي ينزل يساعد العالم، لانه اجباري نحن اذا في شيء كثير علاجي نحن باليوغا، صحيح، نشتغل عليه. فما في اي حدا هو يقدر والله اعمل هذا التمرين اوكي خلص طبط انت من آلام الظهر او المفاصل، اكيد لا، ما انا شغله بهالسهوله هي، بدها كثير اطلاع، بدها كثير بحث، بدها الشخص يكون واعي هو شو عم يعمل، انا شو بدي من هي الرياضه، كيف فيني اخدم الاخرين فيها. فبيكون في عنا بإشراف مدربين مختصين، حتى الكوتش لما بده يكون يتأهل وأخذ حصل على شهادات بيكون عم يتدرب فترة تحت إيد خبراء، هن كان صار لهم باع طويل بالمجال، بمجال التدريب والتأهيل وبمجال العلاج. يعني إذا نحن عم ناخده كجانب علاجي فبيكون تحت فترة زمنية معينة أدى وأثبت جدارته أوكي ممكن يكمل، لأنه بالنهاية هي أمانة ومسؤولية. صحيح. طيب خلينا نحكي معك كوتش عن المركز السوري لليوغا، شو النشاطات والفعاليات اللي بتقوموا فيها خلال السنة؟ تمام، بالنسبة للمركز السوري هلا اليوغا، نحن بس كمان حابة نوه لشيء، اليوغا موجودة عنا من 30 سنة، صحيح، لكن بشكل غير رسمي، أعلن عنا بشكل رسمي بال2000، بعام 2000 بالمعلم الأتشاري مازن عيسى، وصار في عنا لجنة عليا لليوغا والتأمل وبلشت نشاطاتها من هذا التاريخ بشكل رسمي. عم يكون في عنا كتير فعاليات بتخص ممكن نتوجه فيها لذوي الإعاقة، في عنا أيضا أنشطة أو مشروع نحن عم نشتغل عليه، مشروع اللاعنف لفتيات الأحداث، فكمان عم يكون تدريب صرنا من سنتين وما زلنا عم نشتغل على هذا المشروع. في عنا محاضرات وورشات بتكون بالمراكز الثقافية لحتى نضوي أكثر إنه كيف فينا نخدم اليوغا لمعالجة الأمراض، أمراض السكري، الكانسر، الضغط، الأمراض هي اللي حاليا المعاصرة اللي نحن عم نعيشها وكثير في ناس عم تعاني منها. إضافة لعنا 46 مركز خدمي بين دمشق وريفة وبكافة محافظات سوريا الحبيبة عم نخدم، وهي المراكز عم يكون فيها ناس مختصة مؤهلة لتقدر تخدم أكبر عدد ممكن من الناس. نعم كوتش، في أشخاص عندهم حالة خاصة أنه ما فيهم أبداً يمارسوا رياضة اليوغا ولا لا كل الناس؟ لكل الناس. طب شو هي؟ طيب نحن حكينا عن الشروط يلي لازم تكون موجودة من الأشخاص، يعني كيف النفس، كيف الليونة، كيف الرشاقة، ولكن يعني ما في أسباب هيك، ممكن مرض ديسك، ممكن في كتير أمراض بالجسم هي ما بتخليك تاخدي الوضعية الصحيحة. في حالات خاصة ما بنقبلها باليوغا؟ تمام، إذا نحن بدنا نتخصص أكثر، سؤال كتير مهم طرحتيه، اللي هو نحن في ناس ذوي إعاقة يعني على كرسي مدولب، فهي انه كيف بدها تمارس يوغا؟
اقل شيء نحن بنشتغل على النفس، الجزء اللي بتقدر تحركه ممكن نحن نساعده بهذا الشيء، اضافه لفن الاسترخاء اللي نحن يعني اليوغا فليكسبل فيها تماما يتاقلموا مع كتير اي مرونه بالنسبه لكل الاعمار. برجع باكد على هالناحيه لانه في ناس بتجي لعنا انا عندي الم ديسك، عندي مفاصل ما رح اقدر، نحن ممكن نبلش تمرين بطريقه تتناسب مع هذا المتدرب يلي اجى. ممكن اول شيء ناخذ وضعيه مريحه، ممكن تكون على الكرسي نقدر نمارسها، بس يقوى شوي نحاول نبلش نشتغل على التقنيات واسلوب علاجي لحتى يقدر يقوى، لحتى يقدر يمارس التمرين بشكل طبيعي. فكتير مثل ما تفضلتي كتير فليكسبل وكتير في مرونه وقدره على التكيف. صحيح، ويمكن هي من اهم الرياضات اللي في اي شخص او باي عمر فعليا يمارس رياضه اليوغا. خلينا نحكي من خلال المركز والنشاطات اللي عم يكون فيها اكثر اهتمام عم يكون او المهتمين برياضه اليوغا نساء او رجال ولا لا بنفس السويه؟ هلا نحن عم نشوف اخر 5 سنوات في اهتمام، ما كنا نشوف سابقا هذا الاهتمام بهي الرياضه. هلا اهتمام ملحوظ وزاد الوعي. يعني الجهود يلي بذلها المعلم الاتشاري مازن عيسى ولا المدربين ولا المجموعات اللي موجودة عندنا بكل المحافظات سواء بدمشق ولا بباقي المحافظات، جهود واضحة، في نوايا لطيفة إنه نحن بدنا نعمل خدمة لهذا المجتمع. تعب كتير، عانى كتير، فهي الجهود عم نلاقيها فعلا، هذا الوعي بلش ينتشر، عم يجينا من كل الشرائح سواء نحن سيدات كبار، مثل ما خبرت حضرتك ذوي إعاقة حتى. صحيح. حتى الأطفال، يعني نحن هلأ في عنا يوغا خاصة للأطفال بيوم ثابت أحد المراكز الخدمية. نشاطاتكم بالمحافظات عم تكون مختلفة عن دمشق ولا لا؟ تماما، في نحن نشاطات أو فينا نقول في عنا أعياد أو مناسبات نحن بنحتفل فيها كل المحافظات بتكون مجتمعة. أحيانا نحن في تقريبا فينا نقول أنه النوايا أو السيستم الأساسي اللي عم نشتغل عليه واحد يلي هو الخدمة دون انتظار أي نتائج ولا أي مقابل. ننشر تعاليم، ننشر قيم إيجابية لطيفة تخدم هذا الكائن الإنساني اللطيف. نعم كوتش، قبل ما نختم مع حضرتك، كثير من الأشخاص بيكونوا متأزمين نفسياً، بيقولوا لهم روحوا إلى رياضة اليوغا، مارسوا رياضة اليوغا. يعني قديش الحالة النفسية بتتغير، قديش الحياة بتنقلب بالرياضة اليوغا، وقديش بدنا هيك وقت لحتى ناخد يعني الفيدباك تبع اليوغا؟ بكل شخص برجع وبذكر تختلف، في عنا فروق فردية، نحن ممكن أنا استجابتك تكون أسرع من استجابة شخص. صحيح. ثاني، فهي بترجع حسب كل شخص. نحن لما عم نحكي عن شيء الموضوع النفسي أو السايكولوجي بشكل خاص، في عنا كان مبارح تدريب بأحد مراكزنا، ففي شخص كان عم يقلنا أنه أنا كنت أعاني من مشكلة وسواس مع اليوغا، مع أنا صار لي مثلا فترة 2 شهر هو كان عم يتمرن عنه، فإنه أنا بعد 2 شهر أنا كتير فرقت حالي لأنه صار انتقل من حالة لحالة. صحيح. نحن ما تركزنا على الشيء السايكولوجي أو النفسي اللي عنا أو المشكلة، نحن نقلنا لحالة من الوعي لذاته لداخله، كيف يتعامل، كيف يكون لطيف مع داخله، فنقلنا من حالة. هذا النقل من حالة لحالة هو اللي ممكن يساعدنا أنه نخرج من هالمشكلة هي. أكيد بدنا نشكرك كوتش سلام الخطيب على كل المعلومات اللي حكينا عنه. مثل ما قلتي يمكن شوية وقت برياضة اليوغا بتزرع سلام داخلي نحن اليوم بحاجة له. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، وأكيد بندعوكم نحن لمراكزنا التدريبية ولزيارة صفحتنا على الفيسبوك المركز السوري لليوغا والتأمل باللغة العربية. لأي استفسار ولا أي حدا حابب يتمرن أكيد أهلا وسهلا بالجميع. أهلا فيك وإلنا شرف أكيد، وشكرا لكل الجهود وال الكوتشز الموجودين يلي عم يبذلوا جهود لبناء صحة جسدية ونفسية متوازنة بالمجتمع. شكرا كثير لكم، اهلا وسهلا فيك.